نأتي إلى رجل آخر وهو جرير الضبي، الإمام جرير الضبي. هذا حديثه أيضا في الكتب الستة، يعني أخرج له من؟ الستة. جرير يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب المجلد الثاني، جرير ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي أبو عبد الله الرازي القاضي، وبدأ يتكلم عليه. آخر شيء الذي يهمني حديثه في الكتب الستة عشان تعرفه، مش تقول لي ضعيف ولا، في الكتب الستة يعني من رجال البخاري ومسلم والسنن الأربعة، انتهينا. وقال الخليلي، يعني الإمام الخليلي صاحب الإرشاد، وقال الخليلي في الإرشاد ثقة متفق عليه. وقال قتيبة حدثنا جرير الحافظ المقدم، نعم، لكني سمعته يشتم معاوية علانية. إذن جرير الضبي كان يشتم معاوية علانية، يشتم مش ينتقد، نحن ننتقد لا نشتم، لسنا من الشتم ولا الشتم منا إن شاء الله، لا هذا كان يشتم، يشتم وتحت الشتم الله أعلم. هذا ابن حجر في تهذيب التهذيب، وجرير من رجال الكتب الستة. عشان أقول لك أنت أجرمت، يعني أتيت بما لم تأتي به الأوائل، يعني تزندقت حين انتقدت معاوية وقلت هو بداية كارثتنا. إيه والله، إيه والله، أدينه بها الله إلى اليوم أعتقد، وسوف ترون من قال هذا من المعاصرين الذين نحبهم ونحترمهم ونجل عقلهم وفهمهم وفضلهم.